رايحة فين يا بنت السعادة؟ رايحة في 60 داهية، مالكش دعوة بيا. في يا بنت ايه اللي حصل؟ الزفت اللي اسمه طلع قال بكلمه في التليفون الاقيه سهران هو وشلة الأنس بتاعته في الكباريه. هو ده اللي منزلك؟ ده انا هروح اطربعها فوق دماغه وهرمي له ام شبكته دي. لا تطربيها فوق دماغه اه، لكن شبكته دي مالوش فيها. وبعدين الساعة كام انت عارفة؟ حد يروح كباريه دلوقتي يا بنت؟ ان شاء الله يكون الفجر رايحاله رايحاله. يا بنت واحد سهران مع اصحابه فيها ايه دي؟ انا اكلمه في التليفون الاقي نسوان قاعده تتميز لي وديني رايحاله. اهدي بس، يلا خش على اوضتك وانا الصبح هيطلع هجيبولك لغايه هنا، لو ليكي حق انا هاخده منه. هروح يعني هروح، اسكت انت بس. بس يا بنت خش بقولك، انت عايزه الناس في الحاره تقول علينا ايه؟ يلا خش جوه، خشي خوش. يلا هيا يا حاج ادب دي. يا عم اخلص. دايما ملعلعه كده ومكسره الدنيا يا ست الكل. اسمعي يا نجمه النجوم، انا بعرض عليك عقد مفتوح تحطي فيه كل شروطك وتبقي معانا هنا، واديكي شايفه الناس اتجننت بيكي قد ايه. لا 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 سوري، انا ما بغنيش في كباريهات، انا غنيت النهارده بس عشان خاطر بيه ماجد بيه. كل طلبات النجمه مجابه وانا عشمان تقنعها واشوفك انت برضه والشله الجميله دي كل يوم. النجمه تفكر براحتها وانا مستني الرد. بقول لك ايه يا غالي، ما تشوف لنا بشراشيبك ده حد يجيب لنا الشيك. انا اتخانق ماجد بيه. عيب، الحساب عندي. فين جوازكو؟ لا يا حبيبي انا ما بحبش حد يحاسب لي على دخلياتي. اصلح سيبه براحته. قول يا راجل، هات لي 2 جردات يشيلوا الاثنين الميتين دول من هنا.